زمان حط الدنيا تحت رجليك، عشان لو حطيتها فوق راسك هتبيع وتشتري فيك. ويا ريتني سمعت الكلام. استاذ ضحي، استاذ يوسف فرج، استاذ ضحي، استاذ يوسف. الليله دي يا يوسف مش هتنساها. انا في الاول كنت اشوف في الكوابيس بس بعد كده كاني بشوف في كل حته. الشيك ده اخر امل ليا، ولو ما صرفتيهوليش هتبحك. الحق كبير، ده مسدس في شنك. ما انا كنت بهزر معاكم، مالكوا خفتوا كده ليه؟ اركع. انزل على رقبك بقولك. انا اسف يا ابو، حقك عليا. انا بس الدنيا ملخبطه معايا اليومين دول، ومفيش حد غيرك هيستحمل. ممكن تستحملني شويه صغيرين، وانا اوعدك ان انا اجيب لك بيت كبير، وهيبقى فيه اوضه كبيره ليك لوحدك. مبروك على براءه الدكتور علي الجندي، هو الصراحه راجل طاهر. مية مية. اعتبرني واحد ماشي وشايل كفنه على ايديه، لان انا مش هسيب ابني يتربى مع واحده زباله وواحد بلطجي، حتى لو قتلتهم هما الاثنين ولبست فيهم البدله الحمراء.